بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم حقدم لكم بعض الاختيارات عشان تواكبي موضة شتاء 2018 من بيورفيكاسيون غارسيا. شتاء 2018 أتميز بالألوان، وأغلب دور الأزياء العالمية اختارت اللون الأحمر والأخضر والنود. الأحمر يديكي دائما طلة جريئة، حاولي تلبسيه بقطع كاملة، يعني كل القطع اللي تلبسيها تكون حمرة زي هنا. يعني تقدري تختاري جاكيت أحمر وكمان بنطلون أحمر. لو كنتي شوية حاسة أنك ما تبغي تلبسي كل شيء أحمر، تقدري تحطي معاه اللون الأسود، يطلع دائما شكلك أنيق. اللون الأخضر لوجود مرة قوي دحين بالذات في دور الأزياء العالمية، ومتواجد بكل درجاته. هنا عندنا أخضر فاتح اللي كنا منا شايفينه من فترة مرة طويلة على الفاشن رانويز، بس دحين رجع طلع وكمان طالع بقوة. حلو تلبسوه يعني حتى في الصباح في الليل، دائما اللون الأخضر يدي طلة للبنات اللي يكونوا أوليف سكين. وفي هذا كمان اللون الأخضر الغامق شوية، يعني أخضر مو على زيتي، افتح من الزيتي، برضه يطلع مره حلو على البنات اللي اوليف سكين، وكمان يخليكي مره فاشنبل وترندي. كمان اللون النود والبيج طالع لشتاء 2018، تقدري تختاريه بتصاميم وقصات مختلفه، تقدري تلبسيه للصباح وكمان فستان سهره لليل، حطي معاه دائما لون داكن زي ده اللون عشان يحسسك في الدفء وقت الشتاء. لما تبغي تجي تلبسي كوت على هذا اللون النود مع المنقط يطلع مرة حلو. أما بالنسبة للقصات فطلعت دحين البدلات، وكمان البدلات الرجالية. حلو تلبسي البدلة في أي وقت في اليوم، مو لازم بس تروحي فيها الشغل، ولو زودتي عليها توب يكون سيكوين أو ملون كده لون فاقع، مرة يطلع شكلك مرتب في أي سهرة تبغي تروحيها. وما تكمل طلتك في فصل الشتاء إلا لما تختاري كوت يكون حلو وعلى الموضة. أنا اخترت لكم لأنه دارج دحين في فصل الشتاء 2018 الفرو، اخترت لكم هذا الكوت من الفرو وكمان من اللون النود. حاولوا تلبسوه تلبقوه مع أي شيء تحته، حتى لو بنطلون سبورتيف، دائما الفرو يخلي شكلك كشخة. أما المظهر الرياضي فزي هذا الطقم اللي اخترت لكم، هو القميص أو البلوزة أنيقة شوية والبنطلون رياضي، تقدروا تمزجوهم مع بعض عشان لوك خفيف ورايق، وتقدروا كمان تزودوا عليه كعب أو حتى تلبسوه مع فلاتس، فينفع لكم لطول اليوم. أما القطيفة فموجودة بقوة للشتاء، وحلوها أصلاً تلبسيها في الشتاء لأنه قطعتها دائماً تدفي. تقدري تختاريها على شكل تنورة أو بنطلون أو حتى كوت أو بلوزة، وكمان بكل الألوان، وحتى لو كانت القطيفة عليها بريتس برضو دارجة لشتاء 2018.